السلام عليكم ویوز، ویلکم ٹو مائی چینل ہولی گراؤنڈ ریسیٹیشن. ویوز، آج جس صورت کی میں آپ کے لیے کرت لے کے آئی ہوں وہ صورت الانام ہے. ویوز، صورت الانام قرآن پاک کی چھٹی صورت ہے. اس کی 165 آیات ہیں، 20 رکوعات ہیں اور یہ مکی صورت ہے. ویوز، صورت الانام قرآن پاک کے 7ویں پارے میں موجود ہے اور یہ 8ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے. اس سے پہلے ویوز، میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھے. اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کر لے، اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے اور سبسکرائب کر لے اور ساتھ ملے گی بیل آئیکن کو کلک کر لے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے. تو آئیے ویوز، سے مل کے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد سورت الانعام کے رکن نمبر 1 کی رسم مانتے ہیں جس میں 1 آیت سے لے کے 10 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد ولا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ولا آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم مبارک علی محمد ولا آل محمد کما بارکت على إبراهيم ولا آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم.